بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأورجانيز كوميتي على الدعوة الكريمة وللتشير بيرسونز. أنا يمكن هتكلم عن موضوع سيمبل وبسيط، كلنا يمكن بنشتغله بفضل الله بشكل كويس جدا ريجاردنج البراكتس، بس في شوية يعني نقول ساينتفك باك جراوند شود بي منشند. الفورين بودي سواليونج يمكن فيري كومن ان احنا بنشوفه في البراكتس بتاعنا، واغلب الحالات بتحصل في الاكستريمز اوف ايج في البيدياتريك بوبوليشن، وسام تايمز في الجيرياتريكس او في المينتالي ريتاردد انديفيدوالز. المين اوبجكتس المي بي سوالويد الانيمال بون او الفيش بون، الكوينز، الباتريز، البنز او البنسلز، الفود بولس اريست، اليوتنسلز، وسام تايمز الدراجز باكس او الناس بتتعاطى ادويه مخدره او بتتاجر فيها يعني. ده اكزامبلز لبعض الحاجات اللي ممكن نشوفها، تويز لاطفال، سبونز، كوينز، ولاعات سجاير او حاجه زي كده مثلا. ويمكن اسوء حاجه ممكن نقابلها الدنتال بروسيسز، على اساس ليها مشابك ممكن تمسك في التيشوز على الناحيتين ويبقى الاكستراكشن بتاعها فيري ديفيكلت. السبجكتس المعرضين لسواليد فورين بوديز، التشيلدرن، الانفانتس، الالدرلي، المينتال ريتاردد انديفيدوال، السايكياتريك ايلنس، الدراج اتكتس والدراج ديلرز، وسام تايمز الناس اللي عندهم لوكال باثولوجي في الجي اي تي زي الاستريكشرز والدايفرتيكولي. يمكن مش لازم يكون الفورين بودي كبير او سايز بتاعه كبير، ممكن يكون سمول فورين بودي مع الاكيوميليشن بتاعه يعمل وات از نون از روبانزل سيندروم، مع كتر الانجيشن اوف هير او سوالونج اوف هير يعمل فيري بيج بولس وتقفل الجي اي تي. ايه الايمجنج اللي محتاج اعملها عشان اديل ويز ا كيس اوف فورين بودي سوالوينج؟ البلين راديوجرافي از ذا موست امبورتنت وان، عشان يقول لي اذا كان الفورين بودي ستيل موجود ولا لا، لو موجود موجود فين، النمبر بتاعه كام، السايز بتاعه، شكله ايه، الكونفيجريشن او التايب بتاعه، هل محتاج اعمل سي تي روتينلي ولا لا، مش محتاج الا لو حصل بيرفوريشن او خلاص انا فيلد اندوسكوبيكالي وهحول العيان للسيرجري. فالمين از ذا بلين اكس راي. ده اكزامبل لحاله لوكس انها نورمال. لو ركزنا شويه في الاكس راي هنلاقي في مالتيبل باكس موجوده في الانتستين، وفي دايليتد انتستينال لوبس سجستيف اوف بيرفوريشن. السي تي ريكونستراكشن ايمج موضحه لفائف مي بي دراجز بانجو او حشيش او كده فول موجوده داخل الانتستين. برضو الروبانزل سيندروم ممكن نشوفها في الريكونستراكشن ايمج بتاع السي تي، فيري بيج بولس امباكتد في الاستومك وواخده شكل الاستومك، مع الاكستراكشن اوف سيرجري بنلاقي فيري فيري بيج بالك اوف انجستد او سوالويد هير وذين ذا جاستريك كافيتي. طيب ايه الفيت اوف ذا سوالويد فورم بودي؟ اغلب الحالات 85% بتباست سبانتينيوس، مش محتاجه اي تدخل ولا اندوسكوبيك ولا سيرجيكال. 15% من الكيسز بتحتاج اندوسكوبيك انترفينشن، واقل من 1% مي يحتاج سيرجري افتر فيلد اندوسكوبي. طيب ايه الرول بتاعنا؟ الرول هي الاوبزرفيشن از اوت بيشنت بيزس. لو الفورم بودي في ثلاث حاجات، يا اما ان يكون بلانت ويكون سمول ويكون اسيمبتوماتيك، مفيش مشكله عند البيشنت، هنا الرول بتاعها هيكون اوبزرفيشن اون اوت بيشنت بيزس. طيب لو الثلاث شروط دول مش متحققين هبص على الفورم بودي موجود فين. لو في الاسوفيجاس اي هاف تو جو تو ايمرجنت اندوسكوبي within 6 hours of the injection. لو كان باتريز او شارب بوينتد فورين بودي او عامل كومبليت اوبستراكشن، يعني العيان عنده سالايفيشن ومش عارف يبلع ريقه نهائيا. طيب لو الفورين بودي في الاسوفيجاس بلانت او عامل انكومبليت اوبستراكشن، هنا ممكن اديلي الاندوسكوبي بتاعي لمده 24 ساعه ماكسيمم، مي بي باست سبانتينيوس. الفود بولس امباكشن فيها سبيشال ايشو كده، ان انا ممكن اجرب فيها الميديكال تريتمنت بالجلوكاجون او اي حاجه تعمل ريلاكسيشن للكارديا ممكن يساعد انها تباست سبانتينيوس، بس بشرط ان ده ما يعملش ديلي للاندوسكوبيك مانجمنت بتاعتي، يعني اكون خلاص بلاننج اسكوبيك مانجمنت وتراي ان انا اعمل ميديكال ثيرابي. لو هستخدم اندوسكوبي يفضل اعمل جنتل بوشنج لحد الاستومك او ريتريفيال لو قدرت، ايهما كلاهما صحيح يعني، انما ممكن الميديكال تريتمنت ترايد، بس المهم يكون العيان اوريدي سكيدولد على الاندوسكوبي ليست وما عملش ديلي للاندوسكوبي مانوفر.
طيب الفود بولس دايما تحتاج فيرذر ورك اب. ليه؟ لان about 40% of cases بيكون في peptic stricture, 30% of cases ممكن يكون في eosinophilic esophagitis, او 7% other pathologies زي الاكاليزيا او المالجنسي او الكولاجين ديزيزز. ده ما يمنعش ان 25% من الكيسز ممكن تحصل بدون underlying pathology. عشان كده يفضل لو في food bolus impaction اخد بايوبسي من الاسوفاجس وابعتها فور هيستوباثولوجيك ايفالويشن. طيب لو الفورين بودي وقف في الاستومك، انا الاستومك طبعا مور سيف اورجان عن الاسوفاجس، فممكن اعمل ايرجنت اندوسكوبي من البدايه خلال 24 ساعه لو كان شارب بوينتد فورين بودي او لارج اكتر من 5 سنتيمتر او كان باتريز او ماجنت. لو الفورين بودي كان بلانت او ميديوم سايزد اقل من 5 سنتيمتر ممكن اخلي الاندوسكوبي فيري ديليد نان ايرجنت اندوسكوبي لمده 72 ساعه، استنى مفيش مشكله، قد يعدي سبونتينيوسلي. طيب البودي بيكنج برضو ليه سبيشال ايشو زي الفود بولس، ان لو هو اسيمتوماتيك يفضل ما تتدخلش نهائيا، جاست اوبزرفيشن ونو اندوسكوبي نو سيرجري. لكن لو حصل رابشر او باول اوبستراكشن يفضل اتدخل على طول بسيرجري. يعني الاندوسكوبي ملوش رول في البودي باكنج لانه ممكن يزود المشكله ويحصل رابشر ويحصل سيستميك ابزوربشن ويحصل توكسيسيتي اكتر من الدراجز. الجدول ده جدول فيه يعني كوليكشن لكل الحاجات اللي قلناها، وممكن يتجمع يتحط في الاندوسكوبي يونت كجايد لاين للدكتورز يشتغلوا عليه في كل الكلام اللي احنا قلناه فيري سمبليفايد تيبل. طيب ايه الديفايسز اللي ممكن استخدمها؟ هل في سويتبل ديفايس ولا لا؟ الديفايسز اختيارها بيتوقف على السايت، الفورين بودي فوين، التايب بتاعه والكونفيجريشن بتاعه ايه، والاكسبيرينس بتاع الاندوسكوبيست هو بيفضل يشتغل بايه او متعود يشتغل بايه. دي امثله للديفايسز، في ديفايسز كتيره، الريتريفيال جراسبرز والجراسبنج فورسيبس، والجراسبرز اشكالها مختلفه، في حالات 3 وينجز و5 وينجز وهكذا. الباسكتس والسنيرز طبعا موجوده في اغلب الاندوسكوب يونتس لانها بتستخدم في حاجات ثانيه زي الاي ار سي بي او في البوليبيكتومي فورسيبس. البلانت فورين بوديز ممكن استخدم معاها فيري وايد رينج اوف تول زي الجراسبر فورسيبس والريتريفيال جراسبرز. لو شارب فورين بودي لازم احط ترانسبيرنت كاب او لاتكس رابر هود عشان ابروتكت التيشوز اللي هيمر عليها الفورين بودي اثناء خروجه. الحاجات الكومن بروتكتيف ديفايسز اللي بستخدمها اللاتكس رابر هود بنحطه على المنظار عشان يبروتكت الميوكوزال انجري، والاوفر تيوب برضو شود بي بوت اف ذا فورين بودي از ا شارب وان، ممكن يعمل انجري لللارنكس او الاسوفاجس او الاستومك اثناء خروجه. الاندوتراكيال تيوب از فيري فيري امبورتنت عشان ابروتكت الاير واي من ناحيه، وعشان برضو ما يقعش الفورم بودي مني ويقفل الاير واي او يعمل انجري للاير واي. طيب عملنا البروسيجر بتاعنا بوست اندوسكوبي، ايه المصير بتاع المريض؟ لو المريض كومبليتلي ريموفد الفورم بودي ديسشارج على طول، ما فيش داعي لاي بوست اندوسكوبي كير. لو انكومبليت ريموفال هيبقى كيس باي كيس حسب البيشنت سيمتومز اللي عنده او المشكله اللي عنده. My conclusion ان اي فورم بودي must be retrieved، وده هو the worst فورم بودي ممكن نتعامل معاه، وان شاء الله هو الى زوال باذن الله تعالى. ربما ننفق العمر كله كي ننقب ثغره ليمر منها النور للاجيال مره. شكرا لحضراتكم.